السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات قناتنا طلة حلوة. معكم أم يوسف الرفاعي. صباح الخير عليكم، بسجل لكم صبح بدري. ما كنتش ناوية النهاردة خالص أسجل في حاجة زي كده، كنت ناوية أعمل حاجة لايت، بس بصراحة الموضوع حرق دمي، وأكيد حرق دم ناس كتير جدا في مصر. موضوع امتحانات أولى ثانوي عام، عايزين نناقش مع بعض. واتمنى بجد المره دي بطلبها منكم بجد، اتمنى اشوف تعليقاتكم، اشوف تفاعلاتكم، اشوف مش انا بشوف التعليقات. جزاك الله خير، حلقه كويسه، موضوع جدا مهم. شكرا لتعليقاتكم بجد، وشكرا لدعمكم، بس المره دي انا عايزه تعليقات فيها تفاعل. عايزه فعلا اي حد عنده ولد او بنت في ثانويه عامه يقول لي، او بالاخص في اولى ثانوي، تردي عليا تقولي لي في التعليقات ايه رأيك في اللي بيحصل، ايه دماغك، ايه اللي انت عاملاه مع اولادك، اي حاجة. مش بقولك قولي كل ده، ولكن اتمنى تعليق فعلا تفاعلي، افهم منه الدنيا ماشية ازاي، لاني انا واخدة الموضوع من دماغ بنتي، او يعني هي بتنقلي صورة اصحابها، فانا عايز اعرف ايه اللي جوه البيوت. تعالوا نشوف ايه اللي جوه بيتي انا. الأول أديكم نبذة كده مختصرة عن نظام الثانوي الجديد. طبعا يعني معظمنا عارفين، وما كانش كلنا يعني، بس برضو هقوله باختصار علشان لو في حد الموضوع تايه منه أو مش مركز فيه لأنه ما عندوش حد في ثانوي، فلو سمحتوا خليكم معانا شوية. النظام الثانوي الجديد دي منظومة جديدة خالص، المفروض ان هما بيدرسوا من خلال تابلت، وعمالين نسمع عنه بقالنا كتير، ما فيش حاجة شفناها لحد دلوقتي للأسف. المفروض ان النظام السنه دي امتحانات هيبقى اوبن بوك، يبقى عندنا تابلت، عندنا الامتحان هيبقى اوبن بوك. المفروض المدرسين متدربين كويس جدا على ازاي يتعاملوا مع التابلت، وازاي يدرسوا للاولاد او للطلبه من خلال التابلت. ده المفروض، والمفروض ان هم خدوا دورات تدريبيه. ده المفروض، المفروض ان احنا بندرب. ده المفروض يعني اللي انا بقوله بقى، المفروض ان احنا ندرب ولادنا ازاي يتعاملوا مع النظام الجديد، مش بس ادرب المدرسين ازاي يدرسوا بالنظام الجديد. المفروض ان انا ادرب ولادنا او الطلبه، ندرب الطلبه ازاي يتعاملوا مع النظام الجديد. المفروض ادرب الطالب يعني ايه اوبن بوك. المفروض اعرف ايه دماغك اصلا يا وزير التربيه والتعليم لما قلت اوبن بوك. المفروض اعرف ايه دماغك، يعني ايه اوبن بوك. طبعا اوبن بوك بالعربي يعني هنفتح الكتاب أثناء الامتحان، ولكن إيه دماغك؟ هنشوف بعد شوية أنا ليه بتكلم بعنف شوية في حكاية إيه دماغك من فتح الكتاب. تعالوا نشوف إيه اللي حصل في الامتحانات. قبل الامتحان بكام يوم ملاحظة إن بنتي ما بتذاكرش. يا بنتي حبيبتي ذاكري، حاضر يا بنتي ذاكري. قالت لي بصي أنا مش هذاكر عشان الكتاب أوبن بوك، أو أنا ما بذاكرش علشان الامتحان أوبن بوك. قلت لها يعني إيه؟ وانت فكرك ان انت هتمسكي الكتاب في الامتحان وهتفتحي وهتنقلي منه وهتلاقي الامتحان بسهوله وبيسر كده؟ انت فاهمه غلط. نقاش بيني وبينها، مش عايزه اطول عليكم، وصلت لمرحله ان انا قلت لها بالعربي بيضحكوا عليكم بحكايه اوبن بوك. يا حبيبتي السؤال طبيعي ان لازم بيجي اسئله لفه شويه، بتشوف ذكاء الطالب، يعني تشوفك انت فعلا مذاكره، انت فعلا فاهمه، فانت هتجيلك اسئله انت اصلا مش فاهمه السؤال عايز ايه، هتفتحي الكتاب وتجيبي ايه وانت مش فاهمه السؤال عايز ايه، فانت لازم تذاكري وتركزي. المهم ذاكرت شويه كده يعني حاجه بسيطه، وبرده مصممه ان هي هتعتمد اعتماد كلي على فكره اوبن بوك. قلت لها بصي هنشوف اوبن بوك ده هينفع ولا مش هينفع. راحت اول يوم الامتحان بتاع العربي، جت حزينه جدا. عملت ايه في الامتحان؟ قالت لي اولا انا مش بس قصه شخصيه يا جماعه، القصه دي موجوده في معظم البيوت المصريه حاليا. طبعا كل واحده قصه مختلفه شويه، ولكن هو نفس الفكره. المهم قلت لها انت عملتي ايه في الامتحان؟ قالت لي الامتحان جه من بره الكوكب. قلت لها نعم؟ قالت لي ايوه الامتحان جه من بره المنهج اصلا. قلت لها اوبن بوك. قالت لي لا احنا ركننا الكتب على جنب كلنا وبدانا نحل، وما عرفناش نحل، الامتحان ده بايظ ضايع خالص. قلت لها الحمد لله انك عرفتي وصدقتي ان اللي انا بقوله لك هو الصح. فضلتي ماشيه ورا اوبن بوك اوبن بوك، تمام خلاص امتحانه عدى.
خلصت هعمل ايه؟ ذاكري بقى وركزي في اللي جاي. قالت لي حاضر. مفيش، في اقل من ساعه تقريبا لقيت البنت ماسكه الموبايل. يا حبيبتي انت في امتحانات، هاتي الموبايل ده، انت بتعملي ايه بالموبايل؟ قالت لي لا ما انا بنقل الامتحان. امتحان ايه اللي بتنقليه؟ قالت لي ما هو الامتحان اتسرب. انا مش عارفه اقول لكم يعني بقيت مش عارفه اعمل ايه ولا اقول ايه. كان امتحان ايه اللي اتسرب؟ امتحان الثانويه العامه، امتحان اولى ثانوي. قالت لي ايوه اتسرب، والامتحان وصل لي وكلنا عايزين بننقله. قلت لها ده اسمه غش كده، حرام. ردت عليا قالت لي ايه؟ قالت لي حرام، يبقى عيال مصر كلها وطلبه مصر كلها داخلين النار. احنا كلنا هننقل الامتحان، في حد يبقى قدامه الامتحان وما ياخدوش؟ سبتها. بامانه يعني انا بنقل لكم اللي حصل. سبتها، نقلت الامتحان وراحت الامتحان تاني يوم وجات لي عملت ايه في الامتحان؟ قالت لي نقلت اللي كنت كاتباه امبارح، جه نقلته وبرده فتحت الكتاب. يعني هي ما اكتفتش بان هي، وطبعا هم كلهم عملوا كده او معظمهم، وبقول معظمهم عشان انا مش شايفه، لكن هو المفروض ان الكل عمل كده، فتحوا الكتاب. انا دمي محروق ومش عارفه انا دمي محروق انا لوحدي ولا كل ام عندها حد في ثانوي او بالاخص في اولى ثانوي دمها محروق زيي. وده اللي انا مستنيه تعليقاتكم. انتوا فعلا ايه رايكم في حكايه اوبن بوك؟ ايه رايكم في حكايه تسريب الامتحانات؟ يمكن اوبن بوك دي انا هتناقش معاكم فيها بالتفصيل دلوقتي، يمكن هي شيء عقلاني معقول شويه، ولكن تسريب الامتحانات اللي هو مش معقول. انا افتكرت ان اول امتحان هو اللي هيتسرب، فوجئت ان تاني يوم ماسكه الموبايل بتنقل، تالت يوم ماسكه الموبايل بتنقل. في ايه؟ قالت لي انا معايا الامتحانات لحد اخر امتحان، هي ماده تقريبا اللي مش معاها اللي هي كانت الرياضه، يعني حتى الماده اللي بعد الرياضه هي معاها، الرياضه هي اللي مش معاها. قالت لي الرياضه لو ما جاتش من ال لو ما لو ما تسربتش، هي المفروض كانت بتروح دروس مراجعات، بتروح دروس وفي المراجعات بتروح كل المواد. المهم طب هتعملي ايه مع الدروس؟ قالت لي لو الرياضه ما تسربتش هروح، لو تسربت مش رايحه الدرس. طيب وبعدين؟ انا محروق دمي ومتضايقه ومش عارفه امنع البنت من ان هي تغش. انا مش عارفه امنعها، سهل ان انا اخد الموبايل من ايديها، ولكن انا كل فكرتي انا ما بحبش العنف، انا ما بحبش الغصب، اكرهه. اكتر حاجة في حياتي بكرهها الغصب. ما بغصبش بني ادم على شيء. انت بني ادم ربنا خلقك ليك عقل، ربنا لما خلق البني ادمين اداهم عقل وقال لهم في جنة وفي نار، وبعت لهم رسل وقال لهم اختاروا، تختاروا طريق الجنة اهلا وسهلا، هتختاروا طريق النار برضو اهلا وسهلا، لا تلومن الا نفسك. يعني انت وقت ما تختار طريق النار مش هتلوم غير نفسك وقتها، لكن طريق الجنة هو قدامك. اذا ربنا خيرنا، فاذا كان ربنا خيرنا ما بين الجنة والنار وما ارغبناش على ان احنا نختار دين او نختار ان احنا نعمل الذنب او ما نعملوش، كل واحد وضميره. انا بقى همسك بنتي وهكسرها واضربها وهعمل معرفش ايه. انا بقول لكم الكلام ده علشان عارفه ان في ناس هترد، طب ما خدتيش منها الموبايل ليه لما انت متضايقه؟ طب انت ما منعتهاش ليه من ان هي تغش؟ لا انا عايزه الوضع نفسه كله يتصلح، انا عايزه الوضع كله يتصلح، ومش هيتصلح الا بينا. تعالوا نناقش مع بعض موضوع الاوبن بوك الاول. فكره الاوبن بوك طبعا اكيد اي حاجه في الدنيا بتنزل جديده، اي حاجه، ان في بعض الناس بيعترضوا عليها لمجرد انها حاجه جديده. في ناس دايما بتحب تقولك ايه اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش، فمنظومة جديدة لا ما انا ضدها، ضدها وخلاص. ده مش انا بقول في ناس كده، انا واحدة من الناس واكيد في ناس زي كتير بفكر بعقلي. طب ايه الصح وايه الغلط وايه اللي ممكن اخده من المنظومة دي وايه اللي ممكن ماخدوش؟ طيب موضوع الاوبن بوك ده ليه مميزاته، بس بشرط ضروري جدا كان يتحقق الشرط ده، ان يا وزير التربية والتعليم في وسط ما انت عملت تدريبات للمدرسين ازاي يتعاملوا مع التابلت، كان لازم تدربهم ان يدربوا الطلبة ازاي يتعاملوا مع ما يسمى بالاوبن بوك او الكتاب المفتوح اثناء الامتحان، اللي هو ايه بدماغي انا، ودي دماغي انا وعقلي انا، في ممكن افكار تانية، اللي هو انا اعلم الطالب ان انت او ممكن تستخدم الكتاب وتفتحه بس لو احتجته. يعني انت هتدخل الامتحان انت مذاكر وباكد عليها انت مذاكر اصلا، وهتدخل الامتحان السؤال اللي انت مش عارفه هتفتح الكتاب فيه.
وطبعا لازم عشان تفتح الكتاب تبقى عارف اصلا مكان السؤال فين، يعني طبيعي انك لازم تبقى مذاكر، يبقى دي جزئيه بعلمها للطالب. الجزئيه الثانيه اللي بعلمها له ودي مهمه جدا برضو، انك ما تستخدمش الكلام بالحرف، يعني افتح الكتاب وانقل بالنص الاجابه زي ما هي مكتوبه. طب انت عقلك فين؟ انت كده بتلجي عقل ابني، انت بتلجي عقل ولادنا لما ما تعلمهمش ازاي يتعاملوا مع فكره اوبن بوك، يبقى انت بتلجي عقولهم. ايه اللي انا استفدته؟ انت كده طورت منظومه التعليم؟ لا طبعا ما طورتش منظومه التعليم، لانك لقيت عقله. لما تلجي عقولهم، هم هيستخدموا عقولهم امتى؟ لما ما استخدموهاش لحد دلوقتي، وصلوا للثانوي وعملت منظومه جديده وما استخدموهاش ومش هيستخدموا عقولهم، خلاص ما مش هيستخدموها طول العمر، وهيبقوا معتمدين طول الوقت ان في حد يساعدهم زي ما الكتاب ساعدهم. اول يوم لما الموضوع، يعني لما موضوع الامتحان العربي ده يعتبر فشل في حكاية الأوبن بوك، الامتحان اتسرب. في ناس هتفسرها كده إن الامتحان اتسرب لما أول امتحان لقوا مش نافع حكاية الأوبن بوك. طب نعمل إيه عشان ننجح المنظومة؟ نسرب الامتحانات. إن بعض الظن اسم، أنا ما بأكدش إن ده اللي حصل، لكن أنا بقول لكم إن في دماغ عقول بتقول كده، في عقول ناس كتير بتقول كده، من ضمنها الطلبة نفسهم. الطلبة بيقولوا ان وزير التربية والتعليم هو بنفسه اللي مسرب الامتحانات علشان، او امر بتسريبها بمعنى اصح يعني، علشان ينجح منظومته. انا بقى عقلي انا بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان ازاي الامتحان يتسرب يبقى المنظومة نجحت؟ هي المنظومة اتفعلت اصلا؟ هو المنظومة دي مش احنا لو اول ما بدأنا قلنا المنظومة الجديدة اساسها التابلت؟ طب هو فين التابلت؟ هو التابلت نزل؟ منظومة ايه اللي نجحت؟ ده ردا على الناس اللي بتقول، وانا ما بدافعش كده عن وزير التربيه والتعليم، انا لسه نقدير من شويه، انا ما بدافعش عنه، انا بقول ان المنظومه ما اتفعلتش يا جماعه اصلا عشان انجحها. فهو لو فعلا عمل كده يبقى غباء، سوري يعني، ايوه غباء. انا بنجح ايه؟ هو المنظومه اتفعلت؟ انا في ايدي تابلت؟ مفيش في ايدي تابلت، التابلت لسه ما نزلش، انا هنجح منظومه ايه والتابلت مش موجود؟ دي جزئيه. الجزئيه الثانيه، اوبن بوك دي انا مضايقاني جدا جدا، انا مش معترضه ان يعني يبقى في كتاب مفتوح معايا في الامتحان، حاجه جميله، بس حاجه جميله لو هستخدمها صح. طيب لما الطالب يمسك الكتاب ويفتح وينقل منه وكمان متسرب معاه الامتحان، يبقى برضو ايه عقلك في ان بنجح المنظومه؟ منظومه ايه؟ هي الدنيا اتفركشت وباظت اصلا، فين المنظومه دي؟ يعني لو قلنا خلاص منظومه التابلت الجزء بتاع التابلت ما تنفذش، ولكن الجزء بتاع اوبن بوك اتنفذ اهو، فانا بقول ان ده دليل ان انا ماشي في طريق سليم وماشي صح، نص المنظومه اتفعل اللي هو الاوبن بوك، خلاص العيال نجحت. اسفه جدا في حكايه العيال دي كل شويه بقولها، الطلبه نجحت. طلبه ايه اللي نجحت؟ ما الامتحانات متسربه، اذا انا ما فعلتش حكايه الاوبن بوك، اعتمدوا على التسريب. طب تعالى اقول لكم على حاجه، انا عايز اعرف بنتي فاهمة ولا مش فاهمة؟ إيه، مذاكرة ولا مش مذاكرة؟ فعملت إيه؟ قلت لها، يعني أتمنى أن يكون ده حصل في كذا بيت، ما يكونش الموضوع أن الناس استسهلت وفرحانة أن الامتحانات اتسربت. قلت لها بصي هقولك على حاجة، أنت هي جاية لي كل يوم دمها محروق ومتضايقة، متضايقة من إيه طيب؟ لما الامتحان معاكي وبتحلي كويس أنت متضايقة من إيه؟ زعلانة من إيه؟ وأنت مقتنعة أن أنت بتعملي ده صح؟ قلت لك سيبي وما تغشيش، قلت لي لا هغش. متضايقه قالت لي، وليه رحت وجيت وليه خدت دروس وعصبي كانت بتتعب، واجي من المدرسه اروح الدرس وحرق دم وتعبانه وصداع وكنت بضغط على نفسي، وبعدين انا برضو ذاكرت شويه في غيري الكتاب متبرش ما اتفتحش، ومع ذلك انا وهي تسوينا، انا واللي ما ذاكرتش تسوينا، زعلانه على حبه اللي هي ذاكرتهم، معناها ما ذاكرتش قوي بنتي، وانا اللي بقول اهو هي ما ذاكرتش قوي، لا في غيرك ذاكر جدا واجتهد جدا واكيد دمه محروق دلوقتي اكتر منك. طيب تعالوا، انا قلت لها ايه بقى؟ قلت لها بصي اعتبري ان الامتحان ما نزلش وما تسربش، وشوفي نفسك انت مش خدتي دروس وذاكرتي، يعني ما خدتش دروس في كل المواد كمان، انت مش ذاكرتي خلاص اعتمدي على نفسك. قالت لي لا مش هقدر اعمل كده، كله بيغش وكله بينقل، انا هعمل زيه. بمعنى الكلام يعني قلت لها طب انا عايز اعرف انت فاهمه ولا مش فاهمه، انت خلاص نقلتي، مسكتي الموبايل ونقلتي الأسئلة حطيتيها على في مكانها في الكتاب
وجاوبتي. يعني انت دلوقتي بقى عندها والعيال كلها عامله كده، سوري الطلبه كلها عاملين كده، حاطين السؤال فوق الاجابه في الكتاب، بيروحوا هناك يفتحوا ينقلوا السؤال، بيجي لهم بيروحوا ينقلوا الاجابه زي ما هي ايه بالنص. قلت لها انت مش عملتي كده، اقري بقى اللي انت عملتيه ده وروحي ما تفتحيش الكتاب، اديكي الامتحان معاكي وعارفه ايه الاسئله، قريتي الاجابه بتاعتها وجاوبي. مش مقتنعه، بصيت لي مش مقتنعه، كررت عليها الموضوع مره واثنين وثلاثه، ما فيش اجابه. طبعا اكيد في ناس كتير برضو هتعمل زيها، حتى لو الام او الاب طلبوا طلب زي ده من ولادهم، او اقترحوا، بلاش طلبوا دي، اقترحوا عليهم ان هم يعملوا كده، لا هي مش موافقه، هي مش شايفه ان ده صح، هي حاسه ان هي لا ممكن، طب ما ممكن تنقص درجات، في غيرها هياخد الدرجه بالظبط علشان هو ناقل بالظبط. لا يا ريت بقى اللي بيصحح ما يديش الدرجه بالظبط، الدرجه كامله للي كاتب بالنص، لان اللي كاتب بالنص ده معناه ان هو بغبغان مش فاهم حاجه في اي حاجه، يبقى انت لو اديته الدرجه كامله يبقى انت انسان مش كويس، انسان ما عندكش ضمير، ويبقى منظومه فاشله. ايه رايكم في كل اللي انا قلته ده؟ محتاجه فعلا رايكم، انا بسال فعلا رايكم، مستنيه ردودكم. بتناقش مع واحده بقول لها دمي محروق بسبب موضوع الامتحانات، قالت لي اه ناس كتير دمها محروق، فبقول لها امتحانات متسربه، قالت لي هي الامتحانات اتسربت، هي مش عندها حد في ثانوي. قلت لها اه، قالت لي طب وزعلانه ليه؟ يا ريت انا ولادي يسربوا لهم الامتحان. بصراحه دمي اتحرق اكتر ما هو محروق. ايه ده، انت عايزه الامتحانات تتسرب في كل القطاع التعليمي؟ انت فرحانه ان بفكره ان، او مش معترضه، بلاش فرحانه، انت مش معترضه على تسريب الامتحانات؟ طب انا ما عرفتش بنتي شاطره ولا مش شاطره، انا ما عرفتش بنتي دماغها ايه وعقلها ايه، انا ما عرفتش المنظومه دي ناجحه ولا فاشله، انا ما عرفتش اي حاجه. على فكره في ناس كتير جدا متضايقه من الموضوع ده، ده عرفته من السوشيال ميديا، وفي ناس فعلا عملوا برامج وقابلوا ناس مسؤولين وسالوهم موضوع تسريب الامتحانات ده ايه، ما حدش اعترض على موضوع الاوبن بوك، ما حدش اتكلم فيه، كله معترض على حكاية تسريب الامتحانات. طب الحمد لله ان في ناس معترضة. احد المسؤولين قال ايه، مين اللي ليه مصلحة في انه هو يسرب الامتحانات؟ فكروا بعقولكم كده، مين اللي ليه مصلحة انه يسرب الامتحانات؟ مش عارفة ايه رأيكم، عندكم اجابة؟ هقولكم هو كمل وقال ايه، كمل وقال ان ممكن اصحاب السناتر، ممكن ده يعني اقتراح، يعني ممكن يكون اصحاب السناتر هم اللي سربوا الامتحان، علشان هم متضررين جدا من النظام الجديد، فهم عايزين يثبتوا ان النظام ده فاشل وان لازم ندي دروس والسناتر تفضل زي ما هي. طب هو حتى لو كده، يعني انا هبقى معاك ماشي ان اصحاب السناتر هم، طب انت فين كمسؤول؟ فين المسؤول عن الامتحان وعن سرية الامتحان؟ كان فين؟ اتسرب منه ازاي؟ اصحاب السناتر خدوه منهم ازاي؟ ووصل ازاي لكل القطاع ده؟ كل الطلبه معاهم الامتحان، والحاجه اللي تحرق الدم ان الامتحان ما بيتسربش يوم بيوم، ده الامتحانات كلها متسربه، طب ليه ما عملتش ستوب ووقفت؟ زي ما كنا ساعات بنسمع في الثانويه العامه ان الامتحان اتسرب، بيروح عامل ستوب ويلغي الامتحان وبيعمل امتحان تاني من جديد. انت فين؟ انا محتاجه اجابات لعلامه الاستفهام اللي انا حطيتها اثناء الحلقه، واسفه اذا كنت طولت عليكم، تاني بقول لكم ان انا منتظره تعليقاتكم وايجابيتكم، انا محتاجه فعلا تفاعلكم معانا. ان شاء الله الحلقه دي تقريبا هتبقى اول حلقه هتنزل على صفحه الفيسبوك، هرفق الرابط بتاعها وهنبدا نفعل صفحه الفيسبوك اللي احنا عاملينها من اول ما فتحنا القناه، ولكن للاسف مش مفعلينها ومش مهتمين بيها. عايزه ابدا بنفسي وابقى انا بلاش بعمل انادي واتكلم في ان المفروض يبقى فيه ايجابيه وانا نفسي مش عارفه اعمل، هو لضيق الوقت بس مش اكتر. هنزل ان شاء الله اللينك بتاع الصفحه في صندوق الوصف يا جماعه، شوفوه وقولوا لي ايه رايكم في فكره، انا كنت عايزه اسمي الحلقه open book close your mind، يعني افتح كتابك اقفل عقلك. هو ده اللي حصل، العيال فتحت الكتاب او الطلبه فتحت الكتاب وقفلت عقولها. تاني مستنيه اقتراحاتكم وتعليقاتكم على القناة، ولما تدخلوا على الفيسبوك إن شاء الله هنتناقش بشكل أوسع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.